معانا، وانت برضو اكيد حضرتك عارفها، اللقطه بتاعت كهربا بين الشوطين كده جت لكهربا وهو بيحضنك او بيبوسك، ايه اللي حصل وايه ايه الحوار اللي كان بينك وبينه؟ لا الحوار ان هو ما يعني في كوره كده انا بكلم الحكم، فقام جاي هو قال لفظ. طبعا ما انت كنت مقطع في كهربا قبليها فتلاقيه برضو مشحون. لا لا انا بص انا لما بقول لكهربا بقول له ان دايما يلعب في حتته ناحيه الشمال لان هي ديت عدلته. انما هتلعب تحت الفيرود ناحيه الرايت يبقى او راس حربه دي مش بتاعتك. وعشان كده بيبان شكلك وحش ومش هتبقى كهربا اللي هو كان كهربا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. طيب ما انت يعني ما هو المكنه شغاله. لا ده فنيا وانا بشتمه بقول لا لا ما لا ما دي مش شتيمه، دي مش شتيمه، طيب ده فنيا. انا بقول له ان انت مش هترجع كهربا تاني الا لما تلعب في حتتك. طيب ما هو بقى قال لك ايه بقى في الملعب بقى؟ قال لك حاجه مش هتتقال، ما ينفعش تتقال. ما ينفعش. ماشي. واخد بالك؟ فالمهم يعني فانا رديت عليه. واخد بالك؟ قلت له برضو حاجه ما ينفعش تتقال. طبعا. ماشي حلو اللي بعده. لا عايزين الكلام اللي ينفع يتقال بقى. لا ما فيش هيتقال غير لما جه بس دماغه وقال لي انا اسف. ايوه قال لك ايه بقى لما جه بس دماغك بقى ايه اللي حصل؟ الكلام اللي ينفع يتقال. حقك عليا يا كابتن وما تزعلش، انت كابتني وانت عارف انا بحبك قد ايه، بس انا قلت له انا عارف ان انت مضغوط بس انا دايما بتكلم في صالحك وبتكلم عليك، انما لما بتكون وحش ده انتوا اتكلمتوا ناقشتوا بقى ده موضوع. فهو ودخل لي بين التايمين وبعد كده اول ما نزل برضه بين التايمين وجه وقلت له خلاص الموضوع انتهى وانا قبلت اعتذارك. خد بالك اقول لك على حاجه يا كابتن رضا، والله والله العظيم انا اصلا كهربا ده دخلت بيته وشفت اهله وابوه وامه ناس طيبين وهو طيب جدا. كهربا ده كهربا ده طيبت الدنيا فيه اقسم بالله، يمكن ناس كتير بس واخده عنه انطباع انما كهربا ده طيب جدا جدا والله. يا حبيبي ده كلمني 3 4 مرات ودايما يشكرني لما كنت بشكر فيه وبثني على ادائه يعني، فالموضوع يعني ما مش بس هي انت عارف بقى ان نرفزت ملعب. هو متوتر هو مضغوط لان طبعا انا عذرته طبعا لان انا لما رحت النادي الاهلي كنت في الوضع ده، كان عايزين الجماهير مثلا كانت تقول لك رضا عبد العال ده مكسب الفرقه وجايب 3 4 كل ماتش لازم تبقى كويس. فهو برضو انا كنت عذره في الحته دي وخلاص الموضوع انتهى وقفلنا الصفحه يعني واتاسف وخلاص بامانه الله.